نددت إيران بتصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي أعلن عدم استبعاد لجوء إلى القوة ضد طهران بسبب ملفها النووي. وأكدت الخارجية الإيرانية أن واشنطن لا تزال تستخدم لغة الوعيد ضد طهران، مشيرة إلى أن تلك اللغة لن يكون لها أي تأثير على تصميم طهران على الدفاع عن حقوقها النووية المطلقة، لا سيما تخصيب اليورانيوم. هذا وقد من المقرر استئناف المفاوضات بين إيران والدول الست الكبرى حول الملف النووي الإيراني على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم في نيويورك، على أن يجري وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف محادثات مع نظرائه الأوروبيين وبينهم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون حول الملف ذاته. ومن ناحية أخرى، تبدأ الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤتمرها العام في فيينا غداة تعهد كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي أكبر صالح بتعزيز التعاون مع الوكالة.